النبتة سر منقع ما يعرفوا غير أهل الحكمة والإحسان. راني علتي والكاس كيعود منعنع والقعدة بيتحلق والجو يزيان. في لاتي سر وحكمة تصنت ليا واسمع. كان حبي يدير القلة يهوت الكيسان، وقبل هذا كاين شروط لازم عليها توقع والله تعود مخطي ويدقع عليك الميزان. الشرط الأول، السنيوة مدورة تلعب فيها موسع، خلاط كبير تاع كزاز شوفوا العيان، وقالب تاع سكر بالكاغط مرصع، وقوطي تاع ورقة مكركبة يعود مليان، والنعناع في الصيف أخضر يكون مقطع، وشتا غير لابس ورد باك من العودان، وطبق تاع كوكا والناس بيه تتمتع، وهز ذراعك مليح لازم الباطي يبان. والنار تكون هادية على جمر عجرة مجمع، هكا قالوا جدودنا واهل الجود والعرفان، والقعدة بخشوع ولازم تكون مربع ورد بالك من لبسة وراسك عود عريان، ولا تايم وش اللي جاي يقرب ليه ويطوع غير اهل الصفاء واللي راضين عليه الاخوان، واستهلوا غير اللي كيتشوفوا العين دمع والكلام اللي يتقال فيه يكون عليشان. على خاطر فيه الدوال الكبير والرضع، كان حبيت تسول تاع الاعشاب والصيدلان، كان حكمك راسك بسطر وعادي يوجع غير اعطيه من الاول وشوف البرهان، وكان عندك الاحجار في الكلام قوقع ما يحتحتو غير هو يطفي لك ذيك النيران، واذا كان زنتها نهار العيد وعدت مشبع غير ولا خليك ترتاح وترقص السلطان، واذا كان حاب تسهر القرايه وتشوف المرجع حط حداك براد بالعين تقعد الاذان. هذه غير جقمه من لاتاي لي سر منوع، حكم سيدي ربي نابته في كل مكان، كاس بعد العشرين نختم بقولي ونودع، واحنا مقصرين ربي يقبل منا رمضان، الشلالي بكلامه يداول مغبون يقنع، ويرحم ديك الخلال اللي تنزل شويه لوزان، وصلت على النبي ومن حرفنا يشفع، قد لي شربوا لاتاي من عرب واجمع.